بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اهلا وسهلا حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. معاكم وجه مطبخ ام باسل. النهارده هنعمل وصفة سهلة ولذيذة، فطاير سهلة جدا فيها كل القيمة الغذائية، تنفع للفطار لأي وقت، وان شاء الله ولادك هيحبوها. وشوفوا اللون ذهبي وجميلة ونفشة، يعني حاجة تحفة، ومقاديرها موجودة عندك في البيت، ان شاء الله هتبقى سهلة عليكي وتقومي تعمليها بعد الفيديو على طول. مش هطول عليكم في الكلام، قبل ما نروح نشوف الفيديو فضلا وليس امرا ما تنسينيش في اللايك والاشتراك في القناة بتاعتي وتفعيل الجرس وشيل الفيديو عشان الناس كلها هتشوفه. يلا بينا مع بعضينا نشوف الفطار اللذيذة دي بتعمل ازاي. يلا بينا. مقادير النهاردة 3 كوبايات دقيق، نص كوباية مية دافية، كوباية زبادي، معلقة خل ورشة ملح ومعلقة سكر صغيرة. هنشوف طبعا لو الدقيق بتاعنا اخد من نص اكتر من نص كوباية مية، هنشوف احنا بنعجن ايه العجينة. نحط بسم الله الرحمن الرحيم اول حاجة ادي معلقة الخل، تمام، ونحط رشة ملح صغيرة اهي، ونحط السكر وبعدين ننزل بالزبادي، كوباية الزبادي اللي هو الحجم العادي بتاعنا اللي احنا بنستخدمه، تمام. وبعد كده هنشغل العجان بتاعنا وهنشوف المية هنحطها بالتدريج بالشكل ده كده. بسم الله الرحمن الرحيم. هحط نص كوباية المية كلها وهعجن العجينة، ولو محتاجة مية تاني هجيب لها. جبت نص كوباية مية دافية تاني عشان حاسة ان العجينة محتاجة مية، وهبتدي هزود هحط نص كوباية، يعني كده احنا اخدنا كوباية مية دافية. سيب بقى العجينة بتاعتي تتجمع ونشوف شكلها عامل ازاي. كده العجينة خلاص عندي اتعجنت، بتلزق سنة، لازم هي تكون كده اهو زي ما انتم شايفين. هي ما فيهاش خميره ولا بيكنج باودر ولا اي حاجه، هسيبها بس تستريح مكان العجن، وبعدين ايه قبل ما نحضر الحاجه بتاعتنا ونيجي نشوف هنشكلها ازاي. بعد ما سيبنا العجينه بتاعتنا تستريح حضرنا الحاجه اللي احنا هنشتغل بيها. انا عندي موتزاريلا، عندي جبنه رومي، جبنه بيضة، ملح خفيف او اي جبنه بيضة عندكم، وعندي نعناع علشان الجبنه البيضة بالنعناع بتبقى جميله جدا. نيجي بقى نشوف العجينه بتاعتنا، بس نركن حاجتنا دي على جنب علشان نبتدي نشتغل. قبل اي حاجه هنقول بسم الله وندي رشه دقيق كده وننزل العجينه عشان نشوف هنقسمها ازاي. خلي بالكو العجينه بتبقى فيها سن التلزيق، وغير كده الميه نضيفها بالتدريج اهو. بصوا شايفينها لينه وجميله ازاي اهو، لازم يكون فيها سن التلزيق علشان رشه الدقيق اللي انا هرشها. ونبتدي بقى ايه نكور العجينه بالحجم ده كده اهو علشان نشكل بيها الفطاير بتاعتنا. بعد ما كورنا العجينه بتاعتنا هنبتدي نقول بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا العجينه مستريحه، لما كانتش مستريحه ما كانش الا لما ضغطت كده يعني ايه صباعي نزل لتحت. هغطي طبعا باقي العجين علشان ما ينشفش، وعبال ما ايه افرد واحده واحده. ناخد اول كوره بسم الله، اهم حاجه يكون جنبك الدقيق علشان ايه ترشي دقيق لو العجينه عكستك كده زي ما ايه بتلزق في النشابه. نفردها كده. بعد ما فردناها كده نبتدي نجيب الجبنه اهي ونحطها نوزعها في العجينة بتاعتنا بالشكل ده كده. شوفي انت عايزة تحطي قد ايه، عايزة تقطعي قطع صغيرة عن كده مش مشكلة بالشكل ده كده. هجيب رشة النعناع ورش عليها كده، وهجيب الموتزاريلا ونحط على الجبنة زي ما انتم شايفين كده شوية تاني، وابتدي اقفل العجينه بتاعتي بالشكل ده كده.
اضغطوا عليها جامد اهو كده كده الصورة واضحة عندكم اهي. وابتدي اجيب اي حاجة واروح شايله الزيادات دي كده علشان اعمل شكل حلو للعجينة زي ما انتم شايفين كده اهو. هعمل لكم زوم اهو اهي شايفين، ونيجي بالشوكة نضغط كده علشان اتأكد ان هي الاطراف اتقفلت معايا اهو. عملنا واحدة بالجبنة البيضة بالنعناع، نعمل واحدة بقى بالجبنة الرومي اهي، هتبقى بالشكل ده كده دي ما شاء الله كتيرة جميلة اهي بالشكل ده كده اهو. لما تحطوها على الصينية لازم ترشوا رش الدقيق علشان ايه لما نيجي نسويها تطلع معانا بكل سهولة. نفرد واحدة تانية ونعملها بحشوة تانية. فردت كرة تانية من كور العجين، وابتدي احط واحدة جبنة رومي وعليها موتزاريلا، حلوة قوي وجدا حلوة جدا للفطار، وهتعجب ولادي جدا وسهلة ما بتغيبش، ويعني تغيير عن الفطار التقليدي اللي احنا ايه متعودين عليه اهو. الشكل ده كده قفلناها، هجيب اروح مقطع الحروف كده عشان اسويها اهو الشكل ده كده، ونجيب الشوكة ونعمل الاطراف نأكد عليها كده. سهلة سهلة جدا جدا. عايزة تصغري الحجم زي ما انت عايزة. ايه دي الفطيرة بتاعتي التانية اهي، بصوا. خلص بقى كل الكمية بتاعتنا بالشكل ده كده، ونيجي نشوف بقى التسوية بتاعتها يعني السهلة جدا. دلوقتي انا خلصت كمية العجين اللي عندي وكل حاجة جاهزة، عندي زيت على النار عادي خالص مفهوش اي حاجة. هبتدي بقى هاخد واحدة واحدة كده واقول بسم الله واحط الفطاير بتاعتي. نعلي بس سنة كده بالشكل ده كده، على حسب بقى ايه حجم الطاسة اللي عندك. لازم وانتي بتشتغلي تحضري كل حاجة جنبك علشان تبقى ايه كل حاجة قريبة ليكي بالشكل ده كده. وخليني واقفه جنبها علشان هي طبعا مش بتغيب. بصوا، وطول ما هي في الزيت نبتدي نجيب الزيت كده على وش العجينه من فوق اهو بالشكل ده كده، ما نقلبهاش طبعا الا لما تتحمر من تحت، يعني ما نفضلش نقل فيها ايه كل شويه. بس احنا كل ايه اللي احنا بنعمله ان احنا نجيب الزيت على العجينه من فوق كده. بصوا العجينه ابتدت تتنفخ معايا ازاي، شايفين؟ بصوا واو ما شاء الله ابتدت تاخد لون جميل اهو، شايفين أوه. ما شاء الله الله اكبر، حاجه جميله جدا بصوا، وسهلة جدا جدا. تحمر بس في الوش التاني ونبتدي نطلعها. بصوا شكلها بقى عامل ازاي، دي بقى ايه نطلعها كده اهو، شايفين شكلها ما شاء الله تحفة بالشكل ده كده. ونبتدي بقى نحمر كل الكمية اللي عندنا كده بالشكل ده، ونشوف بعد كده ندوقها تشوف طعمها عامل ازاي. اهو حبايب الفطاير بتاعتنا خلصت زي ما انتم شايفين، 3 كوبايات دي بس، شوفوا طلعوا لي كميه قد ايه، وشايفين بقى اللون بتاعها الخطير. نفتح كده من جوه ونشوف الحلاوه والجمال يا ام باسل. واو الله 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 على الجمال، يعني حاجه روعه. الجبنه الرومي بقى يعني عامله شغل جامد بجد، الطعم حكايه. لازم تقومي تجربيها، ولادك هتعجب ولادك جدا جدا، وهي ما اخدتش وقت في ايدينا زي ما انتم شايفين. بتمنى ما تنسونيش في اللايك والتعليقات والسبسكرايب، ولو الفيديو عجبك شير لكل الناس عشان يشوفوا. واشوفكم على الف خير ان شاء الله في وصفه سهله وسريعه من مطبخ ام باسل، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.